للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور مصطفى بدر، أستاذ التمويل والاستثمار. دكتور مصطفى، أهمية المجتمعات المتكاملة والحياة الكريمة للمواطن المصري في إرساء مبادئ لنمو اقتصادي مثمر ومستدام داخل الدولة المصرية. التقدير لحضراتكم جميعا، طبعا هو خلينا نقول من ضمن أولويات السيد الرئيس رفع الأعباء الاجتماعية عن كثير من الشرائح المجتمعية. السيد الرئيس دايما بيولي اهتمام حتى في حديثه اللي كان النهاردة دايما بيتحدث باللغة التي يعني تناسب المجتمع المصري، وشرح العديد من القضايا، كيفية تناول القضية وكيفية يعني الإدارة ليها والتصرف فيها، منها يعني العديد من القضايا زي ما بنسميها المتشابكة يعني معقدة، نعم، زي العشوائيات اللي تحدث عنها السيد الرئيس النهاردة، والكي يعني يتم إعداد ترتيبها مرة تانية أو تصحيحها أو زي ما بيسمى يعني إعادة ما هو عليه كان بسابق عهدها، النهاردة بتتكلف من المليارات اللي بتتحملها الموازنة العامة للدولة. نعم. الموازنة العامة للدولة ده بيعود بأثرها على المجتمع مرة تانية. وطبعا تحدث السيد الرئيس النهاردة على الزيادة السكانية وكيفية تأثيرها على يعني جزء كبير جدا من التنمية المجتمعية. الوعي كمان لدى الناس وتأثره كبير جدا، ازاي الناس لازم تعي المشاكل اللي بتواجهها الدولة ومتطبقة عليها. كل هذه الأعباء فندم النهاردة تحدث عنها السيد الرئيس بمنتهى الشفافية المعهودة ليه طبعا، وقد ايه ان الدولة بتتحمل الصعوبات في زي ما بنسميها تفتيت المشاكل للوصول لترسيخ لحلها حل جذري. نعم، لكن أيضا هذه الأصداء امتدت إلى شهادات دولية وعالمية للاقتصاد المصري وحركة النمو داخل المجتمع المصري بشكل عام. يعني كيف تقرأ هذه الشهادات بالأرقام والنسب إذا ما قربناها للمشاهدين؟ خلينا نقول يا فندم المنظور العام لدينا من المؤسسات العالمية لما بتبص للدولة المصرية قد إيه الدولة بتحقق تنمية من خلال تبني عدد من المشروعات القومية الكبيرة جدا اللي هي بنسميها حقيقة إنجاز غير مسبوق. ليه؟ لأن احنا شايفين النهاردة معدل النمو، نحن الدولة السباقة أو نحن الدولة فعلا إن نجينا من أثر تداعيات أزمة كورونا، والحمد لله احنا اللي حققنا معدل نمو إيجابي، نحن من الدول الأحادية فقط يعني تعد على صابع اليد الواحدة، نعم، اللي حققت معدل نمو إيجابي بشهادة المؤسسات العالمية كلها. والمؤسسات دي يعني لا يستهان بها، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، طبعا البنوك الأوروبية والبنوك الأجنبية، النهاردة بتدي الشهادات دي أو الثقة دي مترجمة فندم بدخول الاستثمارات وبالأخص الاستثمارات المباشرة. يعني حضرتك تشوف النهاردة الشركات العالمية النهاردة يعني بالحمد لله بتتصارع أنها تخش معانا في تنمية اقتصادية مع الدولة المصرية، ده نجاح كبير جدا، دي شهادة يعني فعلا محققة بإنجاز كبير. لما نشوف أن احنا بنربط كهربتنا بكهربة أوروبا، ده انجاز وتحقق كبير جدا. اوروبا لما تسمح لينا ان احنا يكون في شراكه ما بيننا وما بينهم، الترجمه الفندم دي شهاده عالميه بتخص الحكومه المصريه طبعا والقياده السياسيه واراده الشعب المصري، دي بتشوف قد ايه النجاح. النهارده فندم السيد الرئيس ذكر رقم في غايه الاهميه حيث نلتفت ليه، خسائر 2011 بس حوالي 400 مليار دولار. الرقم ده عن عام واحد بس، قد ايه التداعيات بتاعته بتتحملها الفاتوره دي الشعب المصري. فان احنا نعكس هذا الامر ونحقق نجاح مشهود لينا امام العالم بكفاءتنا، اعتقد الحمد لله انجاز نفتخر بك مصريين، نعم، وبالقياده السياسيه الخاصه. ومن هنا تاتي اهميه قضيه الوعي ورفعه لدى المواطن المصري. اشكرك جزيل الشكر الدكتور مصطفى بدر، استاذ التمويل والاستثمار.